فرحت له بزاف، وكنا هنا في البلاطو هذا وحضرنا على المره اللي كان معنا جابر، وكان طاح باش يعرف رفيق طاح فينال مع كادر فرحاوي، هما اللي راحوا فينال والدواسه تاعهم تريتاو بدقه شديده. هنا ما تخلش فيها المحسوبيه والمعرفه، وما هنا ما كاش بور لا بريمير فوا. لفت انتباه وتقدير احد خبراء الفيفا لدرجه انه لوندريتيا او عن طريق تقنيه التحضر عن بعد فقط 40 او 50 دقيقه، وهي في الم... في ال... في, ال... في العادي او في الطبيعي حوالي 15 دقيقه. فوالا نو كاين بزاف دي بوان، حتى لو بروجي تاع مصطفى بزكري. انا كاين حاجه برك حبيت نعرفها، هذا الانسان هذا مصطفى بزكري واش ذنبه باش كاين ناس في لي ريزو سوسيو وحتى بعض الاعلاميين؟ على كل حال معليش، علاش هاد لا ميسونستي غراتويت؟ مصطفى بسكري واش يخصو باش يكون دي تي ان؟ علاش لو كان جا اجنبي والله العظيم ما تكون حتى كلمه؟ لو كان جا اجنبي فرنسي ولا يوغوسلاف ولا اي وين واش يكون؟ واش يكون الناسيوناليتي تاعو؟ ولا جي نورمال على الاقل كي جا مصطفى بسكري بنا وسنه يبدا العمل ومن بعد حاسب. معليش هذا مازال ما بداش، كفاءات عنده، عنده 40 سنه، عنده 40 يعرف سنه يعرف مرض الكره الجزائريه، يعرفها باركور، يعرف كل خبايا كره القدم، وسيد مازال ما بداش وعنده مشروع. يا سيدي خلوه يبدا، عطوا له شويه وقت، الناس ما مديتو لهمش كاع وقت، وكاين ناس فشلت وناس ماشي من فاشل لفاشل، والناس يتحيي فيها. لكن مصطفى بسكري جا دي تي ان نهضه القيامه، كوم سي مصطفى بسكري جا من العدم ما نعرفوش، نهضروا على الفرق اللي دربها، فرق ما دربهاش، هذا لا دي تي ان هذه سي حاجه دي تي ان معناتها حاجه واحده اخرى، ما عندها حتى علاقه واش دار، حاجه جديده. ان شاء الله انا نطلب حاجه برك يكون عنده كامل الصلاحيات، يخلوا هذا الانسان يخدم، يوفروا له كيما وفروا الناس اللي قبل منه واللي قبل منهم، يعطوا له كارت بلونش باش يخدم في هذا الدومين هذا اللي ميتريزيه بارفيتمون، ومن بعد نحاسبوه ونجيجيوه. وانتم كنتمنوا له كل التوفيق ونقول له مبروك عليك.